غنينة. نتيجة الشهادة السودانية 2022 برقم الجلوس والرقم الوطني رابط موقع وزارة التربية والتعليم جميع الولايات السودانية. نتيجة شهادة السودان 2022 برقم المقعد يبحث طلاب المرحلة الثانوية العامة بالسودان عن رابط رسمي للدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، حيث قررت وزارة التربية والتعليم في السودان قبول نتيجة السودان في جميع ولايات السودان، حيث يمكن لجميع الطلاب والمتقدمين التعرف على نتيجة المعدل العام للسودان وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم في السودان، والذي سنقوم بتضمينه لكم في أسفل هذه المقالة. نتيجة امتحانات الثانوية السودانية. ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور النتائج وسط جو من القلق والخوف ليتمكن أبناؤهم من القبول في الجامعات، ووزارة التربية والتعليم السودانية أكدت النتيجة سيتم تأكيدها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان، ويمكنك الحصول على معلومات حول نوع النتيجة من خلال mo.gov.sd. طريقة التقديم الإلكتروني في الجامعات السودانية. للحصول على القبول في جامعات السودان عليك اتباع بعض الخطوات من خلال الموقع، وهي: أولا، عليك الذهاب إلى موقع وزارة التعليم العالي السودانية. أدخل جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن الخاصة بها. تحديد حالة سداد المصاريف المدفوعة أم لا. انقر هنا للحصول على درجة البكالوريوس. تسجيل رغبات الطلاب حسب النسب المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم. تحققوا من المعلومات وتحقق منها. دفع المصاريف. انقر فوق الزر لتأكيد صحة المعلومات. اضغط على النموذج وقم بتأكيد التسجيل. لذلك كان التسجيل ناجحاً.